ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون إن هناك عادة قديمة مشؤومة كانت في بني الإنسان هي عادة تنم عن سوء ظن وتنم عن تفكير سلبي يغشى قلب الإنسان وهذه العادة كانت في الأمم التي قبلنا وكانت في الأمة الجاهلية في جاهلية العرب قبل الإسلام وكانت في بعض المسلمين ولما جاء الإسلام حارب هذه العادة وأثبت أن هذه العادة ليست عادة تنم إلى حقيقة بصلة وإنما هي من وساوس إبليس وإنما هي من مكايد الشيطان هذه العادة هي عادة التشاؤم عادة التشاؤم التي كانت مع الإنسان منذ القدم وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأمم التي سبقت أنها تشاءمت برسلها وأنهم نظروا إلى هؤلاء الرسل بأنهم كانوا مصدر مصائب ومصدر فتن وكوارث يخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم ثمود عن قوم صالح لما جاءهم نبي الله صالح ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى تشاءموا به قالوا طيرنا بك وبمن معك قال بل أنتم قوم تفتنون أي تطيرنا بك وبمن معك أي أن وجودك بيننا كان سببا للمصائب والكوارث وما أصابنا ما أصابنا من الجدب والقحط والجوع إلا بسببك فنظروا إليه نظر شؤم فقالوا طيرنا بك قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله أي ما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من حسنة فمن الله فليس للإنسان دخل فيما يصيبه من خير أو شر وإنما ذلك من الله عز وجل كذلك قوم موسى عليه السلام لما دعاهم إلى الحق تشاءموا به
أخبرنا الله عز وجل بذلك حيث قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا جاءتهم الحسنة أي إذا أصابهم خير ورخاء ونعمة قالوا لنا هذه أي هذا من جدنا ومن كدنا ومن حظنا وإن تصبهم مصيبة يطيروا سيئة يطيروا بموسى ومن معه أما إذا أصابتهم مصيبة وبلاء وجذب وقحط طيروا بموسى تشاءموا بموسى عليه السلام ومن معه وقالوا إنما أصابهم ما أصابهم بسبب طاعتهم موسى عليه السلام وبسبب الدين الذي جاء به فرد الله سبحانه وتعالى عليهم إن طائرهم ألا إنما طائرهم عند الله أي ما يصيبهم من خير وشر أو نفع وضر إنما ذلك من الله وهكذا كان الكفار يتشاءمون برسلهم كلما جاءهم رسول تشاءموا به أخبرنا سبحانه وتعالى عن الرسل الثلاثة الذين أرسلهم إلى قومهم فتشاءموا به قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وهكذا كانت العرب في جاهلية يتشاءم من كل شيء يتشاءمون من الطيور فإذا أراد أحدهم أن يخرج من بيته أن يخرج مسافرا تاجرا أو أن يعقد معاملة خرجوا فإذا طار الطير إلى جهة اليمين تيامنوا وإذا طار إلى جهة الشمال تشاءموا فالطير الذي يطير إلى اليمين يسمونه السالح والذي يطير إلى جهة الشمال أو اليسار يسمونه البارح فلا يعقل أحدهم أمرا ولا يعزم سفرا ولا يخرج إلى بلد أو إلى حاجة إلا وقد يتطير بهذه الطيور ثم يخرج أو يعود وكانوا يتشاءمون بشهر صفر فيرونه شهر نحس وبلاء وشؤم فلا يعقلون فيه شيئا ذا بال وكانوا يتشاءمون بالبوم ونعيق الغراب ويرون أن نعيق الغراب نذير شؤم لأنه يدل على البين أي الفراق فيدل على فراق الأحبة أو موت الأحباب وكانوا يتشاءمون بذوي العاهات فإذا خرج أحدهم فرأى رجلا أعمى أو أعور أو أهدب ورجع فلم يمض في أمره أو في حاجته كانوا يتشاءمون بجميع الطيور حتى لا يكاد أحدهم يخرج من بيته إلا ويقصد أكنات الطير ثم يستنفرها ليرى جهتها من ذلك يستطيع بزعمه أن يحدد سعوده أو يحدد نحوسه فجاء الإسلام فنهى من هذه العادة الذميمة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما خبر وغير ما حديث
أن هذه عادة تخالف الإسلام ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا سفر لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ففر من المجذوم فرارك من الأسد وثبت في السنن سنن أبي داود والجامع الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا لكن الله يذهبه بالتوكل وثبت في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو تطير وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من تطير أو تطير لا أو تكهن أو تكهن لا أو سحر أو سحر له وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل الحسن الكلمة الطيبة وكان يكره التطير وجاء الإسلام بما يحارب هذه العادة لأنها عادة تدل على أن الإنسان لا يؤمن بقضاء الله وقدره كما ينبغي لأن من آمن بقضاء الله وقدره وعلم أن كل شيء بيد الله وأن الأمر كله لله وعلم أنه بيده الخير وبيده غير ذلك وعلم بأن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان من آمن بذلك وعلم ذلك فإن التشاؤم لا يمكن أن يعرف إلى قلبه سبيلا لن يجد إلى قلبه سبيلا فلذلك كان العلاج لهذا العادة ولهذه الآفة الذميمة أولا أن يستيقن الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ثانيا أن يتوكل العبد على الله وأن يفوض الأمر كله لله فيعرف أن الخير والضر أن الخير والشر وأن النفع والضر إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يتوكل على الله فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ولكن الله يذهبه بالتوكل فمن توكل على الله حق التوكل وعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لن يجد التشاؤم إلى قلبه سبيلا أبدا كذلك مما يرد التشاؤم أن الإنسان يستحضر أن التشاؤم نوع من الشرك بالله نوع من الشرك بالله فقد قال عليه الصلاة والسلام
فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فعندما يعلم أن الأمر يصل به إلى الشرك بالله فإنه سيبتعد عنه كل الابتعاد ويقسي نفسه كل الإقساء ولن يترك لوساوس الشيطان إلى قلبه سبيلا. كذلك مما يعالج التشاؤم الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى بما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما في حديث عبد الله بن عمرو لما قال لهم من ردته الطيرة فقد أشرك من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، أي لا قضاء إلا قضاؤك، أنت الذي تقضي ما تشاء وأنت الإله المعبود بحق دون سواك. هذا الدعاء مما يعالج به الإنسان ما في قلبه من التشاؤم والتطير، وهذا التشاؤم قل من ينجو منه، لكن المؤمن لا يصدقه ولا يسده هذا التشاؤم أبدا. فلذلك جاء في حديث مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فينا قوما يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدكم، أي لا يمنعكم هذا الذي تجدونه في صدوركم من التشاؤم. وقد أصبح التشاؤم عادة لا تزال في بعض المسلمين كما هي موجودة عند غير المسلمين من الغربيين وغيرهم. الغربيون يتشاءمون بالرقم 13، فلذلك ألغوه في مقائد الطيران في مقائد الطائرات، وألغوه في المصاعد وفي العمائر الكبيرة، والرافضة يتشاءمون برقم 10 لأنه يدل على 10 المبشرين بالجنة، فكانوا يتشاءمون بالعشرة. وبعض الناس يتشاءم حتى بفعل الخيرات، فتجده يعمل خيرا ثم إذا ابتلي أخبه أو إثره بشيء نسب ذلك الابتلاء إلى فعل هذا الخير، وقد يأتيه بعض شياطين الإنس والجن ويوسوسون له بذلك، يقولون له إنك تفعل كذا وكذا، فيعدون له من أعمال الخير ما كان قد فعله ليقول له إن ذلك كان سببا لما أنت فيه الآن من انتكاس تجارتك وتراجع أموالك وخسارتك في البنوك وغيرها. فيربط فعل الخير بما أصاب هذا الإنسان، وينسى أن ذلك كله كان بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنا لا دخل لفعل الخير مما يصيب الإنسان من الابتلاء.
فلذلك الإسلام جاء فأكد أيما تأكيد على الفأل، الفأل الحسن، الكلمة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في سنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل أحدا سأل عن اسمه، فإن كان فإن أعجبه اسمه فرح بذلك وسر بذلك ورؤي بشر ذلك في وجهه، فإن كره اسمه رؤي ذلك في وجهه، وإذا دخل بلدا سعل عن اسمه فإن أعجب باسمه فرح بذلك وسر بذلك وإلا رؤي ذلك في وجهه. وهذا من الفأل الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل بالأسماء لأن الفأل هو الكلمة الحسنة. فإذا رأى إنسانا يسمى نجيف أو سهيل أو راشد فرح بذلك لأن هذه كلمات تدل على خير، عكس ما كانت الجاهلية عليه. كان أهل الجاهلية يسمون عبيدهم بهذه الأسماء راشد ونجيح، ويسمون أبناءهم بأسد وحرب وما شابه ذلك، فيقولون عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن كل شيء يمس عقائدكم أو عقيدتكم، وابتعدوا عن أي شيء يخدش في إيمانكم بالله وإيمانكم بقضاء الله وقدره، وتوكلوا على الله حق توكله، واعلموا أن كل شيء بيد الله وأن الأمر كله لله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يبو دغو ديار كراري ستبتا غا الله يرا دا امينشي ستبتا غا النبي الرحمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده صحابنسا ده آلائنسا ده ودان سكا فتا فلكين سو هازوا تاشي القيامه يكو مسلمي كو وتا مغونا الاده ده تكسانتي تاري دان ادم تن كفوار دنيا كما كتتي تشي غبا تاي تشي غبا هار زوا يانزو الاده تشي مغونا ده اديني سكا ياكيتا ادينان ده الله يا سوكر ادينان ده الله يكو انباوا ده سو duk suka yi wannan mummunar al'ada, domin al'ada ce da take gurgunta wa dan adam imaninsa, take gurgunta masa basirarsa, take sa shi ya zama wani susu sakare marar tunani, ya zama mai bahagon tunani, kullum ya kasance yana kallo da bakin madubi ba ya kalli duniya da farin madubi ba. Wani al'ada ita ce al'adar camfi ko camfe-camfe. To al'ada ce da ta daɗe tare da dan adam, da yake camfe wasu al'amura, da yake gani wasu abubuwa da wasu halittu da suke kewaye da shi, yake camfe su ko ya camfe wasu lokuta ko ya camfe wasu gurare ta yadda zai ta'allaka zuciyar shi da wannan camfe, ya ga samunsa a tare da wannan camfe ko rashinsa tare da wannan camfe, ya riƙa ganin saukar a musiba ko ɗauke ta ko samun nasara ko cin sa'a yana tare da wannan camfe. Babu shakka wannan mummunar al'ada ce da shedanu su suka baza ta a cikin zukatan al'umma, cikin zukatan bayi, ba don kobe don su batar da su, don su raunana musu imaninsu da Allah, su raunana musu imaninsu da kaddara, su raunana musu imaninsu da hukuncin Allah. Annabawa suka shafa ma da mutanensu, lokacin da annabi ya zo yana yi wa mutanensa wa'azi, to idan wani abu ya faru a garin sai a haɗa baki a ce idan ya zo yana wannan maganganun da ya jawo har gashi nan abu kaza 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 yanzu ya faru, da ya zo yana musu wa'azi yana kiran zuwa ga Allah,
sai ya kasance kuma an sa bukari a kasar to su ce saboda wannan da'awar ta shi ta safari ya same su ko aka samu ta annoba ta mace mace ko ta rashin lafiya ko wasu yaƙe-yaƙe aka ci su a yaƙi to sai su ɗauki wannan al'amarin gaba ɗaya sai su dingina ma wannan annabi haka annabi Salim alayhi salam da mutanensa Allah ya gaya mana haka suka ce da shi mun camfe ka aro bayyana bika wa bima ba'a da kai da mutanenka duk mun camfe ku duk mun camfe ku annabi Salim ya ce a'a ai abin nan da kuke gani duk abin da yake faruwa gare ku daga Allah ne sai dai ku mutane ne da aka fitile ku aka jarrabe ku a aqidunku aka jarrabe ku a fahimta ku mutanen annabi Musa haka Allah ya gaya mana shi ma haka suka kasance har bayan sun yi imani da annabi Musa banu Isra'ila ba su bar camfi ba qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana uzina min qabli an ta'tiyana kafin ka zo an cutar da mu kuma gashi bayan ka zo an cutar da mu Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadha wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu idan suka samu abin mai kyau wato suka samu alkhairi aka samu damana mai kyau aka samu arziki sai su ce to ai daman wannan namu ne wato mun cancanci daman haka wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa amma duk sanda wata musiba kuma ta same su sai su cafe annabi Musa dole ke tare da shi ce saboda mun zama mun yarda da kai muna maka wannan da'a muna binka gashi nan yanzu abin da yake faruwa gare mu kaza da kaza da kaza mara kyau yana faruwa gare mu sai su camfi annabi Musa alayhi salam haka nan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka rika camfi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan wani abu mai kyau ya same su sai su ce wannan daga gare su ne daga Allah ne hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah idan kyakkyawa ne sai daga Allah ne idan kuma kyau ne sai annabi ya jawo su sallallahu alaihi wasallam haka wannan al'ada ta yawo ta shiga cikin al'ummomi daban-daban har cikin al'ummar Larabawa kafin annabi ya zo wannan al'ada ta riga ta bazu a cikinsu suna da al'adar yin camfi da tsuntsaye idan mutum zai yi tafiya ko zai yi wani abu to sai ya wato nemi sa'a daga tsuntsu in tafiya zai yi sai ya fita in ya fita ya je ya tashi tsuntsu daga shekarsa ya ga ina zai yi idan ya yi dama to akwai sa'a in ya hagu sai ce babu sa'a ya dawo gida ko mene ne ko yarjejeniya ce za a yi ko kasuwanci ne za a kulla to sai a je an tashi tsuntsu daga inda yake a ga ina zai yi idan aure za a yi to sai an tashi tsuntsu an ga ya yi dama to sai a yi da cewa auren zai albarka in kuma ya yi hagu to sai a fasa auren in kasuwanci ne sai da sayarwa ba za a kulla ciniki ba sai an yi wannan saboda haka sun mai da samuwar wato tashin tsuntsu ya yi yamma ko ya yi abin nan ya yi dama ko ya haƙu sun mai da shi shi ne dalilin samun nasara ko rashinsa ko samun sa'a ko rashin sa'a suna camfe ainihin mujiya suna camfe wato kukan hankaka to idan hankaka ya yi kuka to alama ce ta cewa za a rabu masoya za su rabu ko dai mutuwa ko wani abu sun camfe dukkan wani mutum wanda yake da nakasa a jikinsa da ɗayansu ya fito zai yi tafiya in ya gamu da mai makaho to sai ya fasa ko ya gamu da mai ido ɗaya ko ya gamu da gurgu dukkan wani wanda ya samu wata nakasa a jikinsa to suka zama alama ce a gurinsu da take nuna abinda suke niyya ba za su yi nasara ba haka suka ga rayuwa gaba ɗaya ta zama camfe-camfe komai ya zama camfe wani camfi bai tsaya a kansu ba har ya shigo har zuwa yanzu camfi ɗan al'adashi al'ummar turawa sun camfe wato namba 13 a kurma ture mutanen yamma shi yasa za ka shiga jirgin sama ba za ka ga namba 13 ba kujerin jirgin sama ba 13 saboda wani sun camfe ta tunda take akwai bala'i sai ka baka in ka shiga leta za ka ga cewa babu 13 in gida da bere za a mai hawa-hawa to aka zo sa 13 za a tsallake nan ba sai a sa 13 sun riga sun camfi ta turin wannan camfi yana nan cikin barkatai
tarbe mace ce ya aure mai farar kafa ya aure mai bakar kafa saboda ka ya samu arziki a ce ita ya rasa arziki a ce ita ce wanda wani aiki ne na jahiliya aiki ne na jahiliya shi yasa musulunci ya yake wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama in faɗa hadisi da dama da zuwa da cike magana akan wannan larabawa suna camfi da watan safar wannan watan da zai kama suna camfe shi don haka in safar ya kama ba sa yin wani abu da ya danganci aure ko ya danganci kasuwanci ko ya danganci tafiye-tafiye duk wani abu da za a kulla na mutunci ba za su yadda su yi shi a cikin safar ba saboda sun camfe shi sun camfe watan shawwal wannan wata mai albarka da yake biyo bayan cikin ashuru abinda yake biyo bayan ramadan sun camfe shi shi yasa da Aisha radiyallahu ta'ala anha take musu raddi cewa to ita aurenta a shawwal aka yi shi kuma a shawwal ta tare kuma cikin matan ta ba wacce annabi usul din saboda ka inda shawwal wani bala'i yake jawo wato da sai shi gaba a shawwal aka yi aurenta sannan a shawwal ta tare sannan gashi kuma yadda Allah subhanahu wataala ya sanya auren ta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su la safara daga yau babu magana safar a canfi safar babu wannan aka koru wannan saboda Allah shine ubangijin zamani komai a hannunsa yake shi yake jujjuya zamani qallibullahu al-layla wan nahar shi yake jujjuya dare da rana babu wani abin da yake wakana a duniya sai da yadda sa to shi ne za a dauki wani abu a jingina wani zamani ko a jingina wani ce tsuntsun nan zaman to wasa yayi kaza yayi kaza kaza zai faru ko a jingina mota dabba babu shakka wannan aiki ne na jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun ce yin camfi da tsuntsun ko da tsuntsaye shirka ce yin camfi da tsuntsaye shirka ne ya faɗi haka hasau annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wanda zai samu aljanna matukar dai ana masa bokanci ko yana bokanci ana yi bokanci ko yana bokanci matukar dai yana canfi ko ana masa canfi matukar yana tsafi ko ana masa tsafi annabi yace ba zai shiga aljanna ba ita ce darajatul ula ba zai samu aljanna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan ya zamana dan adam zai samu magance wa zuciyarsa waɗannan al'amura ko wannan gona ta'ada yayin da ya zama akwai tawakkali a zuciyarsa ya rika jin cewa komai ya baida shi ga Allah subhanahu wataala babu mai iya masa sai Allah la haula wala quwwata illa billah ya yadda da wannan shi yasa hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa ma minna illa walakin Allah yuzhibu bit tawakkul babu wani ɗaya daga cikin mu yana nufin al'ummarsa ko kuma cikin maganar dan masauci cewa sai face ya ji wani abu na wani canfi-canfi a zuciyarsa amma Allah yana gusar da shi da tawakkali mutukar mutum da tawakkali a zuciyarsa to wani abu na canfi ba zai masa tasiri ba ko yaya aka tsorata shi da canfi ba zai tsorata ba saboda tawakkali haka yaqini da yadda da cewa Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai komai kuma komai ya sanar da shi da kaddara yana taimakawa wajen yakar wannan haka nan yadda cewa ba abinda zai same ka sai abinda Allah ya rubuta maka ba abinda zai kuskure maka sai abinda Allah subhanahu wataala bai rubuta maka ba yadda da haka da amincewa haka shi ma zai taimaka wajen ka ga cewa ka yi wannan abu kasancewa komai yana innal amra kulluhu lillah kowane al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake kamar da al'amarin ka ga sannan addu'a tama tana taimakawa shi yasa ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man raddathu at-tiyaratu an hajati faqad ashrak duk mutumin da zai fita wata bukata canfi yasa ya fasa saboda canfi annabi yace yayi shi sahabbai suka ce ya rasulullah menene kafarar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kafarar ta mutum yace Allahumma la tayra illa tayruk wala khayra illa khayruk wala ilaha ghayruk ce ya Allah babu wani canfi sai abinda ka kaddara babu wani alkhairi sai alkhairinka babu wani abin bauta sai kai
mutun ya rinka fadar wannan zai gusar masa da dora abu da canfi daga zuciyarsa addu'a tana taimaka wa jama'a kan wannan mutun ya sani cewa ya rinka jin cewa canfi shirka ne shi ma wannan maganin canfi ne rinka jin cewa in ka yarda da canfi ka yarda da shirka shirka kuma hadarin babba ne don Allah baya gafarta ta Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha rayuwar ku ta ta'allaka da wasu abubuwa na canfi wanda har ta kai wasu ba ma wani tsuntsu ko wata dabba ko wani dutse ko wani abu suke wa canfi ba har aiki alkhairi ba canfi ake masa kaga mutum yana aikata alkhairi idan wani abu ya same shi sai a rika gaya masa ko ya rika sakawa a ransa ko wasu shaidanin mutane da aljanu su rika saka masa cewa ai dan yana kaza kaza ne gashi nan kai ne kullum aka ce a taimaka a masallatai kai zaka dauka ka bayar kai ne kullum aka ce ga wani can mara lafiya ko wani maraya ko wani mai neman taimako kai zaka je ka taimake shi kai kullum cikin to gashi ne yanzu dukiyar ka sai kasa take gashi ne yanzu kasuwanci ka sai ja da baya yake a gaya masa cewa ai aikin alkhairin da yake shi ya jawo ja bayan dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasa malu min sadaqa ma naqasa sadaqatu min mal sadaka ba ta rage ba ta rage dukiya ba sadaka sai da ta haɓaka dukiya amma a taitun min zakati tujibuna wajh Allah fa ulai kum mudhaifu abinda kuka bayar na sadaka dan Allah waɗannan su Allah yake nuna kawo haka sadaka sai da ta haɓaka maka dukiya ta tsarkake maka dukiya abinda duk ka ya same ka haka ubangiji ya kaddara ko ba kai wannan sadakar ba in Allah subhanahu wataala ya jarrabi cewa al'amarin kasuwanci ka zai ci baya zai ci baya sai ya zo ya ci bayan kai ba kai sadakar ka aje abinda ka aje a lahira ba kuma nan duniya ya ci to shi kaga Allah ne ma ya soka da alkhairi cikin dukiyar ka har kai wani aikin alkhairi wanda shi ne zai wazo kafin wannan musiba ta same ka to amma saboda canfi na shedan da waswasi na shedan sai ya zama na hatta aikin alkhairi suna shigo da harkar canfi a cikin sa ko da zaka ga aikin su kenan gargadin wasu da suke tare da su kar su taimaka kada wani abu ya zo ya faru a cikin su wannan duk wasu wasi ne shi saboda ka canfi wani mummunan abu ne wanda idan yana tare da dan adam to kullun ya zan zai mai da dan adam wani bawa zai rika bautar wani abu ba Allah zai sanya dan adam kullun cikin rashin yadda da munan da su to ga Allah kullun yana munana wa Allah zato cewa shi abu kaza ba zai iya samun sa zai sanya dan adam kullun ba yayin da suwa baya da wato nutsuwar zuci kullun zuciyarsa a cikin fargaba yake da tashin hankali saboda komai a dake kewaye da shi zai iya zama abin da zai canfi a gaban sa saboda gyaran aqida da gyaran wato imanin shine duk zai kawar da wannan abubuwa daga cikin zukata shi sa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami lokacin da yake ga musu cewa akwai wasu mutane tare da su suna yin canfi annabi ya ce wani abu ne da suke ji a ransu amma kada in kun ji abin a ranku ya hada ku duk abin da ya zo muku a rai na canfi ko da kun ji shi kuka ku tsaya ku ainihin ba shi wani muhimmanci ku yi abin da kuka tabbatar cewa alkhairi ne gaba gari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da gangan mu bisa gaskiya kara mana imani tsare mana shi Allah subhanahu wataala ya ba mu fahimtar addini ta kwarai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu musulmi duka ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu shugabanni masu adalci masu tausayi Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwil bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana ولا تجعلني اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها وولاها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.